أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المعصومين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى حبيبك الحسين، غريب كربلاء 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 كربلاء، وصريع الأدعياء. يا ليتنا يا ليتنا نثبت معكم فنفوز فوزا عظيما. جديرة بالفضل والثناء والثناء مجالس تعقد للعزاء جديرة بالفضل والثناء مجالس تعقد للعزاء يقيمها الرجال والنساء يدعو إليها الحب والولاء مصاب آل البيت فيها يذكر. أحبتي خلوا بالكم مع هذه الأبيات لأنها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذا الرجل المبارك العالم الجليل. جديرة بالفضل والثناء مجالس تعقد للعزاء يقيمها الرجال والنساء يدعو إليها الحب والولاء مصاب آل الذكر فيها يذكر يذكر وذنب من يبكي عليهم يغفر.
مجالس قال الإمام معلنا 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 إني أحبها فأحيوا أمرنا والدمع والبكاء خير آية مشعرة بالصدق في الولاية ولاية الولاية الولاية والدمع يجري من سنى العينين لما جرى الحسين ما الذي جرى دارت عليه الناس والأوغاد الأوغاد الأوغاد بالويل والثبور والحصاد لكنما يشجي القلوب المؤلمة لكنما يشجي القلوب المؤلمة المؤلمة بكاؤها بالدمع أمي فاطمة فاطمة أنا الوالدة أنا الوالدة أنا الوالدة المذبوح ابنها طول الدهر ما فك حزنها يلا ويا فاطمة ويا فاطمة والله أنا الوالدة والقلب لهفان 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 ودور عزب وين والله ما كان ما كان أويلة على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيال مدايا التنطار التنطار وانا الذي يبكي على البر انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا منهم لازلنا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم ورسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أفلح والله من صلى على محمد وآل محمد لازلنا نتحدث عن حنظلة ابن أسعد الشبامي تبين لنا في ليلة الأمس موقعية أهل اليمن في قضية نصرة مذهب أهل البيت عليهم السلام وكيف وقفوا تلك الوقفة المشرفة وقدموا الأضاحي والقرابين حتى استطاعوا أن يثبتوا أمام الهجمات المتوالية التي لا زالت إلى اليوم أيها الأحبة أهل اليمن إلى اليوم يدفعون هذه الضريبة التي بسببها فعل بهم ما فعل
هناك عبارة جميلة لعبد الحسين شرف الدين، يقول أنت في الدنيا تدفع ضريبة تدفع ضريبة. بس الآن مثلا ترايح مثلا تتبضع من سوبر ماركت أو من محل ماركة، أخو أنت بعد تدفع ضريبة، شئت أم أبيت لازم تدفع ضريبة. فتدفع ضريبة على الشيء اللي بيه خير وثمين أفضل ما تدفع ضريبة على الشيء اللي ما بيه خير. فأهل اليمن دروا أنه في الدنيا لازم تدفع ضريبة، فخل ندفعها عن أهل البيت أفضل مما ندفعها عن شيء لا قيمة له. سؤال يتبادر إلى الذهن أيها الأحبة، كيف استطاع أهل اليمن أنه في هذه الرقعة الجغرافية أن يثبتوا هذا الثبات العظيم سابقا وحاليا مع أهل البيت عليهم السلام؟ حتى نعرف إحنا أنفسنا، نعرف شلون نثبت في هذا الطريق أيها الأحبة، لأن الأيام التي تمر بنا أيام صعيبة أيها الأعزاء. هناك أربعة عوامل على السريع حتى ندخل بشخصية حنظلته ونعرف من هو هذا، شنو مواقفه في الطف وقبل الطف. أربعة عوامل أيها الأحبة. العامل الأول أيها الأعزاء هو بعد اليمن جغرافيا عن موقع القرار والمزاحمة على القرار والشراء والبيع بالذمم والعقول والشخصيات. في أيام السقيفة الأولى الناس بدأت تباع وتشترى، عندك موقف من يشتري، عندك وجاهة من يشتري، عندك عقال من يشتري، هكذا شيوخ قبائل اشتروهم، شعراء اشتروهم، تجار اشتروهم، اشتروا صار شرى وبيع. اليمن كانت بعيدة جغرافيا عن هذا البيع والشراء كما تعرفون، بعيدة نسبيا عن هذا المكان مكة والمدينة، فكان بعدها الجغرافي وانعزالها بشكل عام عما يجري هناك أنجاها من فتنة السقيفة. فتنة السقيفة فتنة مظلمة أيها الأحب، أخذت كثيرا من الناس وأسقطتهم أيها الأحب، حتى عند رجلين قويات ما قدر يستقل. العامل الثاني هو نفسية أهل اليمن، دراسة نفسية لشخصية اليمني تكتشف أنه بسيط، وبسيط بطلباته، بسيط بمقتنياته، بسيط حتى بطريقة عيشه، يعني ما عندهم التكلف. تشوف مثلا اليمنيين ما تشوف مثلا عندهم المشاهير أو المطربين المشهورين أو المودل مثلا المشهورين أو إلى، ما تشوف عندهم هكذا، بسطاء يعني حتى طلباتهم بسيطة. الطلبات بسيطة ما يصير طماع، ما يصير جشع، يعني ما يمد عينه إلى ما ليس لديه، يعني ما يبيع ضميره، ما يبيع وجدانه، وما يبيع دينه وعقيدته أيها الأحبة. لذلك أيها الأحبة أكو كلمة جميلة للإمام الصادق عليه السلام، يقول في آخر الزمان سينجو من الفتن البسطاء. نتصور إحنا البسطاء يعني اللي فهمهم بسيط، كلا ليس هكذا، لازم يصير فهمك عميق. لعد شنو البسطاء؟ يعني لعيشته بسيطة، يعني مو فقير، مو ما يأكل، مو ما يشرب، مو ما يلبس، مو ما يركب، لكن شنو؟ بسيط، طلباته بسيطة. حتى لما نتعاشر وتقعد يمه طلباته بسيطة. أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عن هذا الصنف بخفيف المؤونة كثير المعونة، هذا الإنسان البسيط. اليمني شخصيته هكذا أيها الأحب. هذا عامل ثاني. العامل الثالث أيها الأحبة هو ذكرناه في الليلة الماضية، أنه اليمن فتحت بدون حروب، بدون قتال، بدون إراقة دماء، يعني ما عندهم ثارات ويا أمير المؤمنين عليه السلام. على شنو يحقدون على أمير المؤمنين؟ لا قاتل منهم ولا جارح منهم، مو مثل هؤلاء المكيين والمدنيين. أمير المؤمنين في الرواية ما ترك بيتا إلا وفيه شنو؟ وفيه نائرة وثائرة. أمير المؤمنين لا تأخذوه في الله لومة لائم. فهذا العامل الثالث مهم، أهل اليمن ما عندهم ثارات ويا أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك ما كانت عندهم صعوبة بالميل تجاه أمير المؤمنين عليه السلام. جيد. العامل الرابع أيها الأحبة هو عامل غيبي، عامل لطفي.
يمن مذخورة، مذخورة لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. منها يطلع اليماني واليمانيون، ومنها تأتي القبائل المبايعة، وما تثور منها ثاغرة الفتن أبد وتصير. إذن هذه العوامل الأربعة ساهمت بصناعة الشخصية اليمنية غير الوهابية، غير الناصبية، غير السلفية، غير العنادية. هذه أربع عوامل في دراستنا لقضية اليمن. اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن حنظلة بن أسعد الشبامي. عندما تقرؤون في ترجمته ستجدون هذه العبارة: وكان وجها من وجوه الشيعة. شنو يعني وجه؟ وجه شنو؟ وجيه شنو؟ مرة تسمع وجيه ومرة تسمع وجه، أيهما أفضل وما الفرق بينهما؟ الوجيه هو القضية المعنوية الباطنية، يعني قريب من المعصوم، قريب من الله، عنده علاقة بينه وبين المعصوم، بس ما عنده علاقة بالناس، يعني ما يقضى حوائج الناس والناس تنقله مثل ما يقولون، ما عنده وجه بين الناس بحيث من يأخذونه يحل مشكلة، ما عنده وجه بين الناس بحيث من يأخذونه يطفئ فتنة. شفتوا؟ إذن الوجاهة، الوجيه بالياء بينه وبين المعصوم قضية معنوية، بينما الوجه له وجه قضية خارجية. شوي تأملوا وياي، خلنا نقول هاي الحكاية. مثلا مالك الأشتر كان وجيه ووجه، ميثم التمار كان وجيه، لكن الناس لا تنظر إليه كما تنظر إلى مالك. أيضا الحر كان وجيه ووجه مثلا. واضح أخواني؟ هذا الأمر جدا مهم أيها الأعزاء. هذا الأمر ليش إحنا ذكرناه؟ ذكرناه لأنه يبين لنا أن حنظلة كانت شخصية متحركة في المجتمع، قريبة من المحصوم وقريبة من الناس. يعني بين قوسين، كل وجه في الخير وجيه عند المعصوم، وليس كل وجيه وجه عند الناس. وهذا مهم أيها الأحبة. إذا عندك وجاهة يم المعصوم خسر عندك وجه يم الناس. وجه يعني مو تتملق للناس، احنا ما نحتاج الناس، مو يتملق ويتزلف، لا، وجه بمعنى انه يصير مقبول بمواقفه، مقبول بكلماته، مقبول بسلوكه. لذلك احنا مطلوب من عندنا كآباء ان نكون وجيهين عند ابنائنا. لو وجهاء شو تقولون اخواني؟ شو تقول حبيبي؟ وجه لو وجيه، مطلوب من عندك تكون وجه يم أبنائك بحيث كلمتك تكون لها ثقلها، مطلوب من عندك تكون وجه عند أبنائك بحيث يقدرون يسولفون وياك، يعرفون شلون يتحدثون وياك، مو سلطان عسوف ولا شنو ولا قمر كسوف، لا تصير شيء بين الأمرين. زين، إذا أولا حنظلة بن أسعد كان وجها أيها الأعزاء، وجها من وجوه المسلمين أنذاك. ثانيا كان لديه ولد اسمه علي، وهذه معلومة مهمة أيها الأعزاء. علي بن حنظلة ابن أسعد الشبامي، هذا تجدونه في كتب العامة أكثر من كتب الخاصة، عالم فقيه راوي حديث، كان علماء المسلمين قاطبة ينقلون عنه. سبحان الله، هذا يمكن مرتبط بالوجه أيها الأعزاء، ممكن، نعم. بحيث علي بن حنظلة الشبامي في البخاري ومسلم وكتب الحديث السنية موجود. أنت لما تقرأ في النجاشي ماذا يقول لك؟ يقول لك علي بن حنظلة بن أسعد الشبامي تروي عنه الخاصة والعامة، يعني ثقة عند الشيعة وثقة عند من؟ عند السنة. وكان له باع طويل في قضية الروايات أيها الأحبة. وصل حنظلة إلى كربلاء يوم 2 محرم، 2 محرم التحق بالإمام الحسين، ووصل معتذرا من الإمام الحسين عليه السلام، يقول أنا آسف جيت متأخر. سبحان الله،
لأنه وجه، ركزوا وياي شوفوا فائدة الوجه وين أيها الأعزاء، ولأنه وجيه عند الحسين. شنو شنو كلف الإمام الحسين بمهمة؟ أرسله الإمام الحسين لمحاججة عمر بن سعد. أول ما وصل قال أهلا بك يا حنظلة، بلغني أن لك وجها بين الناس، أنت ناس تحترمك وتعرفك. شوفوا شوفوا كربلاء إيش قد ثقيلة أيها الأحب، ثقيلة كربلاء، مو ناس عاديين ونكرات وما حد يعرف، لا لا ناس ثقيلة. قال بلغني أنك هكذا، اذهب حاججه. ذهب حاججه وجلس معه جلسة طويلة، ولما لم يجد إصغاء من أذنه خرج خطب خطبة طويلة. أنا أخذ منها بس هذه الكلمة أيها الأحبة، شقد عظيمة هذه الكلمة وشقد لها أثر في النفوس لو كانت النفوس حية مستيقظة أيها الأحبة. قال يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب. يسحتكم يعني ثرمكم، أي ثرم معنوي مو مادي. اللي قتلوا الحسين وين؟ اللي قطعوا عنا الماي وين؟ اللي وقفوا ضده وين؟ اللي خذلوه وين؟ اللي ما وقفوا وياه وين؟ اللي شتموه وين؟ اللي سبوه وين؟ اللي سلبوه وين؟ يسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. هاي الكلمة خليها بميزان كل الخطب الأخرى في المعسكر الآخر ما توقف أمامها أيها العزيز. قال يا قوم لا تقتلوا حسينا، ما قال يا قومي، قال يا قوم لا تقتلوا حسينا. هذا المنهج منهج عظيم، منهج النصح في كربلاء. لم يستمعوا إليه ولم يلتفتوا إليه، ورجع إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين قال له حكاية عجيبة، وهاي الحكاية بصراحة تخوف أخواني من جانب ومن جانب إلها جمال. قال له ما تأثروا بي. شنو قال له الإمام؟ قال له عندما لم يستمعوا إلى نصحك، أنت نصحتهم ما استمعوا لنصحك. قال له نعم. قال استحقوا العذاب، فكيف وقد قتلوا إخوانك الصالحين. الله على هذه العبارة، عظيم الحسين عظيم. شوفوا شلون ينبت الأخوة. أنت من اليمن وهذا من الكوفة وهذا من المدينة وهذا من واسط وهذا من بلاد فارس وهذا من الترك وذاك من الديلم. الإمام الحسين يجعلهم شنو في بوتقة الأخوة أيها الأعزاء، يقول له كيف وقد قتلوا إخوانك الصالحين. هلا أخوة كربلاء هذا، إخواني في مجالسنا في مواكبنا لازم يصير عندنا أخوة كربلاء. كربلاء تلمنا جميعا أيها الأحب. كربلاء مو مكان، عاشوراء مو زمان، كربلاء عبارة عن حقيقة حياتية أيها الأحب. طلب الاستئذان وكان أجمل استئذان. شنو قال؟ قال إذن لي أن ألتحق بإخواننا الصالحين. إذن لي أرد ألتحق بإخوان الصالحين، تأذن لي يا أبا عبد الله؟ سبحان الله الأدب الجميل الموجود عندهم أدب رائق أيها الأحبة، بحيث أنهم يستئذنون من الإمام الحسين حتى في قضية القتل أيها الأعزاء. أذن له الإمام الحسين، طلع هذا الرجل المبارك، وأكو فد ثلاث كلمات نتأمل بيهن أيها الأعزاء. الإمام الحسين جاوب بهالجواب، قال إلى روح الله، روح إلى خير من الدنيا وما فيها، وإلى ملك لا يفنى لا يبلى. روح ذلي روح ويا إخوان الصالحين، روح إلى خير من الدنيا وما فيه، روح.
أنا أتعجب ذولا ما كانوا يسمعون هذه الأذونات والكلمات، ما كانوا يتأمنون بما يقول هؤلاء. لما برز، وهذا من عجائب كربلاء، التفت إلى الإمام الحسين شنو قال؟ إخواني سامعين، زيارة للإمام وهو حي، هذه أول زيارة للإمام الحسين وهو حي. قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ها أنا ذا مقبل على الله. أنا السلام عليك، زيارة، زار الإمام الحسين زيارة قبل أن يستشهد، ومن ثم مضى وقاتل قتال الأبطال واستشهد بين يدي الحسين، أو بدا وجع الحسين عليه السلام. مثل هكذا أشخاص، مثل حنظلة، مثل برير، يقعون بين يدي الحسين، يوجعون قلب الحسين، دول يوجعون بقلب الحسين أيها الأحبة، يألمونه. حسين نعاهم، بكى عليهم، حضنهم، مسح الدم عنهم، ودحهم، سلم عليهم. كانت آلام كثيرة، لكن أنا أسأل سؤال: يا هو اللي ودع الحسين؟ من اللي احتضن الحسين؟ من اللي قال له هون عليك؟ من اللي مسح الدم والتراب عن وجهه؟ الله يعينك، مالك معين وقومك على الغبرة مطاعين. أريد ونين إخواني، أنا مني نجتني كربلاء، مني دار على خي الناس صوب يطلبون ثار البدر، وحنين وحنين خذوا ثارهم واحد بسبعين. أبويا يا علي، يا علي، يا علي، أبويا غبت وين، غبت وين، فزعة وفرد فزعة على عزين. تقول له: يا أبي، الحسين وحيد وغريب وما حد عنده، لأن الأنصار وقعوا جميعهم سقطوا. تقول له: والأكبار والأكبار غبار النوح ما هود، والله والأكبار 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 يا أخويا صغاركم خلصوا، خويا والأكبار أشوف القاسم مطبر، والأكبار ضحايا مطرحين على الوطية، خويا وانصار 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 البكي يا خويا يوم الطاف. تقول له: بواكي يعني مو بواكي. تقول له: ون ون، والله وانصار وانصار وانصار، صحيت بويا علي هالنوب، والله وينصار وينصار وينصار، طاحوا كلهن بيتك وانصار وحيد بلا تشي يا ابني، إنا لله.
فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، شافي مرضانا وعافي كل مبتلى. اللهم من علينا بالشفاء العاجل لكل مرضى كورونا يا الله، فعنا الوباء والبلاء، وأعنا على ذكرك وخيرك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أمواتكم جميعا خدمة الحسين والشهداء الصالحين. الفاتحة مع الصلوات.